مريضة بكورونا، جات لابيلانس داتني مع جوج ونصت لي نهار 10 في الشهر. منين مشيت في لابيلانس، قول بقيت في المامونية حتى الصباح ديال ليا التحليلة. عيطوا ليا الجيران مع 8 الليل، مع 8 الصباح قال لي راه دارك حيد الشرجم ومحلوله باب الدار. وانا نقول انا راه خليت صحابي انا غير الباب اللي محلول. قال لي لا راه محلول، حيد الشرجم من الجدر، من الرتاج محيد الشرجم ومترعى باب الدار. صافي عيطت انا للجندرم، عيطت للمقدم، قال لي تبان سدت ليك دارك، صيفط عائلتي. اللي تسرق لك لا لا، عاودي لنا اللي تسرق لك من دارك قبل جوج جدرمية. لا ما عرفتش انا اش اللي تسرق لي. حتى خرجت من السبيطار، حتى قعدت 13 يوم في السبيطار عاد خرجت. عاد شفت مشاو معايا، مشيت عند الجندار صيفطوا معايا اللي عقم ليا الدار. عاد دخلت شفت اش اللي تهز ليا من الدار. تهزوا ليا جوج بلازمات، تهزوا ليا ما عند الكوزينه والمانط، تهزوا ليا ثلاثه الخوات تاعو الدير وخاتمه المارياج والسنسله ولومبليات ودبليج ديال الدير. وسقطت باب الدار حتى هي الدواء معاهم. هادشي اللي كاين. ممكن دابا باش تطلبي دابا انت؟ كنطلب بحقي، نكذب عليك، حقروني هاد الناس، ما نكذبش عليك، ضيعوني وحقروني وجيتهم الله. جارتي هي اللي عطاتني هذيك التلفازه باش نتفرج، وليت خايفه باش نخوي انا هنا وما عندي حتى باش نخوي، حيت هاد الخدمه ما ديالش المراه وحدانيه تعيش فيه، ما نكذبش عليك. الناس هادو اللي سرقوك انتيا، هاد الناس اللي سرقوك، واش كانوا اتصلوا بك هاتفيا قال لك راه المسروق ديالك هو عندنا؟ اتصل ماشي قال لي المسروق ديالك عندنا، اتصل بيا فانا كنت في القشله، عيط ليا قال لي شوف. القشله ديالك اش كنتي ديري في القشله انت؟ تنداوى. بناش؟ من الكورونا. ويقول لي شوفي، قال لي اختي ما مشى لك، قال لي داكشي اللي مشى لك ضربيه على حسابي، قال لي راه ديالك تخرجي وتلقاي كله موجود. اش مشى لك؟ مشاو لي جوج بلازمات، مشاو لي لومبليات، ما عند الكوزينه لمانط، مشاو ليا ثلاثه الخوات وخاتمه المارياج ودبليج وسنسله وطوانك. انت هذا المنزل تتعيشي انت ووليداتك والزوج ديالك؟ لا تنعيش غير انا وبنتي صغيره. الزوج ديالك فين هو؟ راجلي معتقل ب 20 سنه. اش تطالبي دابا لالا؟ تنطالب حقي. كتب عليك تنطالب حقي وديالي لا بيردوا ليا، صافي حيت انا عرقت فيه ونشفت فيه، ما نكذبش عليك.